بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. اليوم ان شاء الله نبتدي وياكم ويا لكتشر 2 اللي اجت بالتايتل باودرز. زين، شنو الباودرز؟ لفظة الباودر may be used to describe the physical form of material. يعني ممكن يجينا الفيزيكال فورم، نقول هذه باودر، هذه ليكويد، etc. هذه سيمي سوليد وهكذا. That is a dry substance composed of finely divided particles. Also may be used to describe a type of pharmaceutical preparation, pharmaceutical dosage form. يعني مثل ما عندنا dosage form، عندنا syrup، عندنا suspension، عندنا كذا dosage form، عندنا ايضا dosage form هو الباودر، اللي هو medicated powder intended for internal or external. وإذا كان internal هو غالبا يجي oral powder، وأحيانا يعني هم نستخدم كinjectable أو يستخدم كexternal for topical powder use. الباودر نجي التعريفة is a dosage form، مثل ما قلنا اللي هو التعريف الثاني pharmaceutical dosage form. Is a dosage form composed of a solid or mixture of solids. يعني يا إما مادة واحدة يا إما عدة مواد. Reduced to finely divided states لأقل ما يمكن. And intended for internal or external use as we said. الباودر dispensed as يا إما bulk powder أو divided powder. أو يستخدمونه كدستينج باودر. طبعا حتى الدستينج باودر يعني هو على العموم، أما التقسيمة الأساسية هي بلك باودر أند ديفايدد باودر، وممكن يضيفوا لها الدستينج باودر. Used in preparation of other dosage form. هذا الباودر مرة نستخدمه بصناعة التابلت والكبسول. مرة may be dissolved or suspend in solvent or vehicle to make liquid dosage form. نصرفه بكونتينر معين وبعدين نسوي له reconstitution، أو هو أساسا نسوي له reconstitution وينصرف على شكل liquid dosage form. مرة incorporated in semi-solid dosage forms as ointment and cream كإكسيبيانت أو كأكتف فارماستيكال إنجريدينس، ومرة ينصرف على شكل غرانيولز أر أجلومريس أوف باودر، اللي هي يعني باودر متجمع بأكثر من بارتيكلز فيشكل لي الغرانيولز اللي هي تكون لارج سايز. It should be chemically stable الباودر، convenient. والأورال باودر أوف سوليبل دراج هاز فاستر ديسوليوشن ريت ذان تابلت. وهسه تجينا بالأدفانتج مالتها. فمن نجي للأدفانتج مالت الباودر، نشوف أول أدفانتج هو ايز أوف أدمنستريشن. أدفانتج أول وحدة ايز أوف administration. وهذه طبعا تشمل اذا كان عندنا مثلا child or old age، اذا كان عندي unpleasant taste ممكن اضيفه mixed with soft sweet food مثلا، اذا كان عندي feeding tube patient عنده nasogastric tube or duodenal gastric tube واسوي له feeding tubing feed عنده، فممكن الباودر عندنا ease of administration. الادفانتج الثانية هو less incompatibility. Less incompatibility. Less incompatibility. يعني طبعا اكيد هو الباودر موجود هو solid dose forms يكون أقل incompatibility من liquid dosage form. النقطة الثالثة اللي هو الستابلتي،
واكيد طبعا هذه هم يعني ريليتد للنقطه الثانيه، انه بما انه موجود على شكل باودر فري اوف ووتر فاكيد الاستابلتي مالته تكون اكثر. النقطه الاخرى اللي هي هذه اللي فاستر ديسوليوشن ريت ذان تابلت، اللي هو نقول رابد ثيرابيوتيك افكت، رابد ثيرابيوتيك افكت، على اعتبار انه اذا صرفناه على شكل تابلت، تابلت يراد لها ديسنتجريشن، يلا بعدين يصير ديسوليوشن، بينما الباودر لا اوتوماتيكي ما يحتاج ديسنتجريشن، فراسا يدخل بعمليه الديسوليوشن فيكون فاستر. النقطه الاخيره هي مور كونفينينت فور فيزيشن، خصوصا اذا كان عندي الدوز تكون عاليه فما اقدر اسوي لها مانيفاكتشرنج على شكل تابلت اور كبسول. تمام. الديس ادفانتج يكون بلك باودر از ليس كونفينينت تو كاري ذان تابلت بالنسبه للبيشنت. من الافضل يشيل علبه مال باودر لو يشيل شريط مال تابلت. البلك باودر از نوت سيوتبل تو بوتنت دراج، على اعتبار انه مثلا اذا كان يعني تقريبا هي ينطونها تقريبا بحدود اقل من 60 ملغرام، فهذه ما اقدر اصرفها على شكل باودر، المفروض اكثر واضيف لها اكسيبيس، فممكن يصير كدوز فورم ممكن اضيفه، بس اقل شيء اقل من 60 ملغرام يكون هذا تقريبا بوتنت دراج، فالبوتنت دراج ما اقدر اصرفها على شكل باودر لان الدوز مالتي ما راح تكون اكيورت، فلذلك ما ينصرف على شكل باودر. ان بليزنت تيست، وهذه ممكن يتغلبون عليها. Not suitable for drug that inactivated in stomach، على اعتبار ماكو فد بروتكشن مثلا فيلم كوتد اور انتر كوتد، ويصير بروتكشن من الاسيد اوف ستومكس اور اذر انزيمز، ف الباودر يكون معرض لهذه الانفايرمنتال فاكتور بالستومك او بالدودينام، فلذلك يكون not suitable for this purpose. Also we have another disadvantage is called stratification، اللي هي نخليها نقطة خمسة. Stratifications هي ال coarse particle stay near the top while fine particle ship through the void space into the bottom. الكورس تبقى بالأعلى والفاين تصير بالأسفل. الحل مالتها شنو هو؟ نقلل الparticles to the same size، يعني هذه الكورس والفاين نخليها، يعني احنا نقلل نسوي ريدكشن للكورس، واحيانا نسوي اللارجمنت للبارتكلز الفاين بارتكلز، فالمهم نخليهم ذني سيم سايز. ومع ذلك حتى اذا سويناهن بسيم سايز ممكن يصير عندي ظاهره ستراتيفيكيشن، خصوصا اذا كان عندي الدنسيتي مال البارتكلز مثلا الكورس او الفاين تختلف، حتى ذا سويت باعتبار اني ماده هاي وهاي ماده تختلف، فالدنسيتي الهاي دنسيتي راح يصير بيها ستل داون. تمام. كاركترايزيشن، البارتكل هي يونت اوف ماتر، مثل ما عندنا الموليكيول هي اصغر شيء بالجزيئه، البارتكل اصغر شيء بالماده بصوره عامه. Having defined physical dimension اللي تبقى محتفظه بالخواص الفيزيائيه مالتها. اذا فقدت الخواص ما تسمى particles. الميكرومتريك هو الساينس اوف سمول particles ذا ستدي ذير كاركترز. هو العلم اللي يدرس الخواص مال السمول particles. شو يشمل؟ يشمل particle size، حجمها and size distribution، بهذه العينة ايش قد موجود fine particle مثل size كذا، وايش قد موجود size كذا، وايش قد موجود size كذا،
والديستريبيوشن مالتها. البارتيكل شيب عندنا مثلا نيدل سفيريكال اتسترا. انجل اوف ريبوز اللي هي زاويه السقوط ذات انديكيت ذا فلو بروبرتي، وهسه راح تجينا شلون نقيس انجل اوف ريبوز بالاضافه الى البوروسيتي ترو فوليوم اند بالك فوليوم ابيرنت دنسيتي اند بالكنس. هذا كله هذا النهاية النقاط كلها يدرسها اللي هو الميكرومتريك ساينس. البارتيكل سايز اند سايز ديستريبيوشن رينج فور اكسترنال كورس تقريبا 10 ملم ان دايمتر، بينما الفاين 1 ميكرومتر او اقل بالدايمتر. طبعا هو السايز غالبا السايز ينطونه بالدايمتر اللي هو القطر مال البارتيكل، على اعتبار يفترضون انه البارتيكل الشيب مالتها هو سفيريكال. Descriptive terms of size from USB. الـ USB انطت طبعا سايز معين، هسه انتم ما مطلوب من عندكم، بس المطلوب انه مثلا على مود تتعرفون عليها عندنا very coarse, coarse, moderately coarse, fine and very fine. فالعمليه كلها تدور بين الكورس وبين الفاين. These terms related to the proportion of water that passed through the opening of standard sieve of different pore size. يعني هذه التقسيمة تمت على أساس مرور هذه البارتيكلز من خلال الستاندرد سيف. هذا الستاندرد سيف أكو تقريبا نوعيتين، أكو تايلر وأكو يو اس بي ستاندرد سيف. المهم different pore size هسه راح يجينا ان شاء الله in specific time by mechanical shaking اللي هو ماشين وهي تبدا تتحرك ويصير بها rotation وتابنج وكذا فيبدي ينزل الباودر. Each sieve has sieve number. Sieve number هو عدد ال opening، عدد number of opening per each inches اللي هو 2.254 هذا اللي هو الانج سنتي. تمام، فهذا شو نسميه سيف نمبر، نمبر اوف اوبننج بير انشز اند ذا دايمتر اوف ذا اوبننج ان ايتش سيف اكسبريسد ان مليمتر اند مايكرون. احنا قلنا السيف نمبر هذا number of opening per each per each inch فبينما حجم كل opening حجم كل opening هذا يقيسونه بالمليمتر او يقيسونه بالمايكرومتر. زين importance of particle size affect important factors. وإذا عرفنا البارتيكل سايز ايش راح يأثر لي؟ يقول يأثر لي على عدة عوامل، منها the solution rate of particles intended to dissolve, drug micronization, increase rate of dissolutions and bioavailability. كل ما صغرنا size of particles of drug راح يزيد لي rate of dissolution على اعتبار انه يزيد لي surface area in contact with media and hence the bioavailability. زين النقطة الثانية اللي يتأثر بها suspendability of particles intended to remain undissolved but uniformly dispersed in liquid. كل ما صغرنا particles كل وخليناه على شكل suspension فهذا يشبيه remain طبعا undissolved على اعتبار انه suspension uniformly dispersed in liquid ما يصير بي settle down ما يصير بي settle down فراح يتوزع بشكل متساوي بالليكويد اللي محضرينه على شكل suspensions. فأصبح هذا البارتيكل سايز أثر لي على فاكتر ثاني بالبداية، الفاكتر الأول اللي هو dissolution، فاكتر الثاني اللي هو suspendability. الثالث uniform distribution of drugs in powder mixture or solid dosage form to ensure dose to dose uniformly. Particle size راح يأثر لي على التوزيع المتساوي للدرج في الباودر ميكستشر. احنا قلنا اذا صار
بارتكلز صغيرة بارتكلز كبيرة، فراح يصير بي segregation ينفصل، فما راح يصير بي dose to dose uniformity، من جرعة لجرعة ما راح تشابه هاي الجرعة بالactive pharmaceutical ingredient. بعد penetrability of particles intended to be inhaled، كل ما صغر البارتكل سايز كل ما عبرت للبرونكيولز اللي اصغر واصغر الى ان توصل للالفيولاي. فور ديبوزيشنز ان ريسبيراتوري تراكت. lack of greatness of particles in ointment، هذه عمليه اذا كانت البارتكلز شويه حجمها كبير فراح تسوي لي greatness، فشيء متحبب من تخلي الاوينتمنت او الكريم او حتى الاوفثالميك سوليوشنز اور بريبريشنز من تخليها على الكونتاكت ويا السكن اور اي. ميثود اوف ديترمينيشن اوف بارتكل سايز، عندنا عده طرق لتحديد البارتكل سايز. طبعا هي هذه الطرق تاخذونها بالتفصيل اكثر بالاندستريال، بس لابد ان تطلعون عليها على مود يصير لكم فد رؤيه معينه بالهاري دوز فورمز اللي هي الباودر. السيفنج ميثود، هذا هو السيف. خلينا نشرح له ايش بصوره عامه وبعدين نرجع. هذا السيف يصير بي روتيشن، واكو منه بالنهايه يصير بي تابينج. تابينج شنو هو؟ فد عتله معينه تضرب لي هذا البان اللي هو الجدر مال السيف. يعني هذا السيف السايز مالته يبدي يقل، نزولا، السايز مالته يبدي يقل. سيف سايز اللي هو الاوبننج سايز، اوبننجز اوف بور دايمتر اوف بورز راح يبدي يقل، وبمعنى انه السيف نمبر عدد الاوبننج بكل سيف، فبما انه قلت السايز مالتها الاوبنز قلت الدايمتر فاذا ازداد عددها، فالسيف نمبر ايش بيه؟ راح يزداد نزولا سيف نمبر يزداد سيف نمبر، بينما السيف اوبننج سيف سايز ايش بيه هذا؟ يقل. سيف سايز اللي هو دايمتر اوف فورس. فمن نخلي الباودر هنا يبدي يصير عملية الشيكينج مالتنا والتابينج اللي هو الضرب على البان، فيبدي ينزل الحجم الكبير راح يبقى هنا، الحجم الأصغر من عنده ينزل بهذا البان. زين يستمر عملية الشيكينج، هذا حجم قسم من عنده والريتيند on this level and the lower particle size will pass through this part الى ان توصل للنهايه. فبعدين ياخذون كل باودر بقى بكل سيف ونوزنه ونشوف نطلع البارتكل سايز مين بارتكل سايز. فنجي هنا نقرا بارتكل ار باست باي ميكانيكال شيكينج ثرو ا سيريز اوف سيفز اللي هي هذا 1 2 3 4 5 6 7 المهم اقل شيء خمسة of known and successively smaller pore، مثل ما قلنا يبدي ينزل البور سايز يبدي يقل. and the proportions of powder passing through or withhold on each sieve is determined، نسبة هذا الباودر إلى النسبة الكلية راح نحددها، ونسبة الباودر retained on this sieve إلى النسبة الكلية أيضا راح نحددها. فنشوف هنا هذا السيف نمبر، فمثلا 20 الى 40، يعني اذا كان عندي يعبر من ابو ال 20 اوبننج بير انش الى 40 اوبننج بير انش، فهنا مثلا هذه اللي بقت بال 20 وعبرت لل 40، this 20 يمثل الباست وال 40 يمثل ريتيند. البارتكلز اللي عبرت ابو ال 20 يصير ابو ال 20 اوبننج بير انش وريتيند بال 40 اوبننج بير انش. فنشوف هنا الوزن مالها اخذوه، البيرسنت الكليه الوزن الى الوزن الكلي،
شافوا المين مالت حسب الاوبننج مالتنا، فطلع عندنا 63. هنا البيرسنت ضرب البيرسنت ريتينت هذه في المين اوبننج اللي هو هذا، يعني 14.3 في 0.63 طلع لي 9.009، وهنا جمع لي اياها. هنا يجي بالمعادله مين اوبننج از كولد ذا افريج سايز ذا افريج دايمتر، ماخذ مجموع الريتينت في الافريج على 100، هذا 29 على 100 طلع لي 0.29 ملم. عندنا الطريقه الثانيه لمعرفه البارتكل سايز اللي هو الميكروسكوب. الميكروسكوب هو سامبل بارتكلز ار سايز، ناخذ سامبل عينه من الباودر اللي عندي ونقيس السايز مالته اندر مايكروسكوب. نستخدم different measuring reticles اللي هو calibrated grid background، هذه مثلا على سبيل المثال، or any other measuring. فنشوف مثلا البارتكلز عددها اللي مثلا سايز مالتها بالمايكرون كذا، تطلع لي فد 20-30 سايز. طبعا هي هذه فد boring procedure، بس هي تنطيك فد شيء مضبوط يعني، بس هي مملة يعني بصراحة، لأن تيرات تحسب العينات كلها البارتكلز بالعينات كلها واحجامها كلها، وعد different measuring reticles like this and this. وهذا طبعا همينا نقدر نطلع ال particle size. فنلاحظ هنا size counted particles ال 40 الى 60 مايكرون، ايش قد عددها؟ عددها 15. طبعا هذا المين اللي هو 50، 40 الى 60 50. ايش قد لقينا عددها؟ number of particles per group، لقيناها 15 ام ال 50 مايكرون، 25 ام ال 70 مايكرون، 95 ام 90 مايكرون، وهكذا. ان في دي هذا الضرب مالتها وهذه المجموع مالتها، فيبدي يطلع الدايمتر افريج مجموع عندي على مجموع ان ويطلع لنا هذا. طبعا هذه الامثله هي فقط للمثال وليس للحفظ. زين، عندنا السيدمنتيشن ريت ميثود او نسموها اندريسن بايبت ميثود. اندريسن بايبت ميثود لان هي هذا البايبت هو اللي اكتشفها اندريسن فسموها باسمه. هذه فكرتها شنو؟ نجيب الباودر، نجيب الباودر ونختار لنا فد فيهيكل معين، هذا الباودر يكون اندسولد بهذا الفيهيكل، نخليه بهذا الاندريسن بايبت، وبعدين نبدي نسحب. طبعا هذه المفروض هي بالمقلوب على مود منها تنفتح ويبدي ينزل الباودر. نبدا نسحب تقريبا 20 مل بوقت معين بانترفال معين. طبعا هذه الانترفال معين وقت يصير بيه ستل داون للبارتكلز، فالبارتكلز الكبيره راح يصير بيها ستل داون اسرع من البارتكلز الصغيره. فبوقت معين مثلا سيع على سبيل المثال فد 10 ثواني واسحب 20 مل، اخذ ذن ال 20 مل اسويهن دراينس واوزنهن وابدي اقيس القياسات مالتي الاخرى وهكذا. ورا 20 منت راح اكيد البارتكلز تكون اقل لان هذه ما صار بها ستلينج اسرع، فالسايز مالتها راح يختلف. خلينا نقرا. يقول particle size determined by measuring settling velocity of particles through a liquid gravity، يعني يعتمد على الجرافيتي مال البارتكلز، فسرعة السيتلينج تعتمد على الجرافيتي، فكل ما كانت البارتكلز أكبر كل ما صار بها سيتلينج أسرع. using Andreessen pipet اللي هو cylindrical container in which the powder is suspended in a non-solvent، يعني ما يذوب بي، and agitated أكيد يعني على مود يصير well distribution. 20 مل سامبل ار ريموفز فروم ذا لور بورشن اللي هو هذا شكله بالمقلوب ات سيلكتد انترفال، نختارها احنا. ايش سامبل از درايد اند ويت. ذا بارتكل دايمتر كان بي كالكوليتد فروم ستوكس اكويجن اللي هو الريت اوف سيدمنتيشن، هذا ريت اوف سيدمنتيشن يساوي لنا دايمتر تربيح في الدنسيتي مال بارتكلز ناقص الدنسيتي مال الفلويد في الاكسلريشن جرافيتي على 18 ثيتا اللي هو هذه الفيسكوسيتي. وهنا طبعا نفس الشيء هي نفس العمليه بس يعني اخذ الدايمتر وخلاها بالبسط وضرب
ضرب الـ viscosity هذه الـ T والـ H ضربهن بالبقية اللي هن ذني. Light energy diffractions or light scattering method. هذه شنو فكرتها؟ فكرتها نجيب ايضا suspended particles، نختار لنا فد solvent معين ما يذوب لهاي البارتكلز، احطها بي well shaked، اخليها بالسيل وامرر beam of light وابدي اقيس، فراح يقل بالabsorptions passing through a sensing zones in which the particles is dispersed in liquid or gas by sensor. فيقلل ال reduction باللايت اللي جاي يصير نتيجة الدفراكشن، نتيجة الانعكاس اللي جاي يصير الرفلكسينج، فراح يقلل اللايت اللي عابر للسنسر مال الكمبيوتر، فاللي هو هنا الديتكتر، فراح يقرأ لي ويطلع لي البارتكل سايز، هي عملية كلها كمبيوترايزد. Particle size reduction is used to particle size reduction يمتى نقلل facilitate crude drug extractions. مثل ما تعرفون crude drug كل ما قللنا ال particle size كل ما ال crude كل ما قللنا size مالتها كل ما صار extraction أسهل. increase the dissolution rate as we said before the slide. aid in formulations of pharmaceutical acceptable dosage form ايضا يفيدنا، ومشاكل كثيره مثل السجريجيشن الى اخره. انهانس مثل الفلوابيلتي، انهانس ذا ابزوربشنز اوف دراج. زين، ريدكشن بارتكل سايز اوف سولز از اكومبانيد باي تو امبورتنت كاركترستيك اللي هو انكريز سبيسيفيك سيرفيس اريا. طبعا اكيد من نقلل البارتكل سايز راح تزداد السيرفيس اريا ونكريز نمبر اوف بارتكلز، وهذا من البديهيات. الفلو بروبرتي، الفلو بروبرتي انديكيتد باي ميجرينج ذا انجل اوف ريبوز. طبعا هذه وحده من الطرق، الطرق الاخرى ان شاء الله تاخذونها بالتفصيل بالاندستريا. الانجل اوف ريبوز زاويه السقوط، نجيب الباودر نخليه بهذا الفنل ويبدي يصير شيكينج ويفتر وكذا، فيبدي ينزل هذا الباودر منه، يبدي يشكل لي هذا البايل نشوفه. فهذا البايل هو راح يتكون، هذه هي زاوية السقوط اللي هي راح ناخذ الظل مالتها، هذا الظل يساوي لنا المقابل على المجاور، المقابل على المجاور. فاحنا راح نقيس هنا الدايمتر فنصه اللي هو الراديوس، الاي الهيت على الراديوس. انتبهوا لها خاف يجيكم سؤال. نجيب لكم مثلا الدايمتر كنتم تطلعون الراديوس، ولازم يعني تنتبهون لهاي العمليه. فورا ما نخلي نطلع الظل الزاويه، بعدين نوفا ندخل الانتيتان وعلى مود تطلع لنا الزاويه انجل اوف ريبوز راح تطلع لنا. باودر وذ لو انجل اوف ريبوز كل ما كانت الزاويه قليله، يعني هيك يعني هذا الباودر جاي الفلوبلتي مالته كلش عاليه، فجاي ما يتوقف يعني من عند نزوله هاي المنطقه ما جاي يتوقف، الفلوبلتي جاي يمشي، فجاي يشكل زاويه قليله. فاذا كانت اللو انجل اوف ريبوز قليله يعني معناها فلو فريلي، باودر وذ هاي انجل اوف ريبوز معناها فلو بورلي. تمام. العوامل اللي تاثر لي على الفلوابيلتي هي الشيب والسايز اوف بارتكل. فمثلا اذا كان سفيريكال بارتكل الفلوابيلتي مالتها تكون احسن من ما لو تكون نيدل. زين، الفيري فاين بارتكلز كل ما زغرنا اكثر من اللزوم الفلوابيلتي راح تقل، فيقول نوت فلو از فريلي از لارج بارتكلز. مثلا البارتكل سايز 250 الى 2000 مايكرو كبيره راح يكون flow freely. particle size 75 إلى 250 أقل particle size حجمها أقل may flow freely and cause problem. particle size اللي أقل من 100 flow is problem. porosity, void and bulkness. bulk volume هو volume of selected weight of powder. شلون يعني؟ أجيب الباودر أخليه measuring cylinder، هذا measuring cylinder، اجيب الباودر اخليه بدون ما اسوي له شيكينج ولا تابينج ولا اي شيء، بمجرد ما اخليه مثلا الباودر اللي جاي
طبعا موجوده هو هسه هنا بسبيسات بكذا ما لي علاقه بها، بس مجرد ما اخليه بالميجرنج سلندر فيقيس لي الفوليوم مالته. هذا الفوليوم نسميه بلك فوليوم، هو فوليوم اوف سيلكتد ويت اوف باودر، وزن معين وجبته خليته هنا بهاي السلندر، وزن معين معروف وخليته بهاي السلندر فراح اطلع حجمه. الترو فويد اور ترو فوليوم هو فوليوم اوف سيلكتد ويت اوف باودر اكسكلوسيف اوف سبيس. اسوي له عمليه تابينج، ابدي اضرب على هذا الميجرنج سلندر صعودا ونزولا صعودا ونزولا، اضربها على البنش فراح يصير بي كومباكتنج، يبدي هذا الباودر يبدي ينزل ياخذ السبيسز الموجوده بين البارتيكلز، فهذا شو نسميه ترو فوليوم. اذا البلك فوليوم هو الترو فوليوم زائد البوروسيتي. الفويد اللي هي البوروسيتي تساوي لنا البلك فوليوم ناقص الترو فوليوم على البلك فوليوم اللي هي هذه تعتبر ريشيو. الابارنت دنسيتي اللي هي الكثافه الظاهريه، ما دام اذا متعلقه بمن؟ متعلقه بالحجم الظاهري. هسه الوزن ثابت سواء حجم ظاهري او حجم حقيقي، هو الوزن ثابت. بس بما انه ابارنت دنسيتي فاذا هو الوزن على الحجم، بس يا حجم اخذه البلك فوليوم اللي هو الحجم الظاهري، بينما الترو دنسيتي ايش اخذ؟ اخذ الترو فوليوم، الويت على الترو فوليوم. الباودر وذ لو ابارنت دنسيتي، وذ لو الكثافه مالته الظاهريه قليله، اند لارج بلك فوليوم وحجمه كبير، فلذلك يعتبر شنو؟ لايت، يعتبر خفيف. بينما الباودر اللي الكثافه الظاهريه كبيره وسمول بلك فوليوم حجمه الظاهري قليل فيعتبر هيفي. البلكنس هو المعاكس مال الابارنت دنسيتي اللي هو ال 1 على ال بي الفا اللي هو الابارنت دنسيتي هذه. تمام. الكومنيوشن تريتشريشن اوف باودر. هسه خلصنا من بعض البارامترز، نجي على شلون اطحن الباودر. اطحن الباودر باستخدام مورتر اند بيسل تو ريديوس بارتيكل سايز. اون سمول سكيل استخدم المورتر بيسل. المورتر اللي يكون رف سيرفيس مثل البورسلين هذا ينتج لي فاين بارتيكلز، بينما السموث سيرفيس لا، البارتيكلز تكون اكبر. هذه يمتى هذه استخدم المورتر اند بيسل؟ استخدمها اذا كان عندي سمول سكيل باودر اون سمول سكيل فاستخدم المورتر اند بيسل. باللارج سكيل استخدم شنو؟ استخدم ميلز، والميلز انواع موجوده تاخذوها ان شاء الله بالاندستريال فارماسي بالرابع. زين، الطريقه الثانيه بال ريدكشن اوف بارتيكل سايز اور بريبريشنز اوف باودر اللي هي طريقة البلفرايزيشن. البلفرايزيشنز باي انترفينشن هذه نسوي ريدكشن اوف بارتيكل سايز وذ ذا ايد اوف سكند ايجنت. شنو يعني سكند ايجنت؟ ويش كان بي ريديلي ريموفد فروم ذا بلفرايزد برودكت. يعني اجيب ماده ثانيه سكند ايجنت باستخدام هذه الماده الثانيه هي اللي تساعد لي بطحن الماده الاساسيه مالتي، مثل من؟ مثل الكامفر. زين، اصبحت عندي شنو طريقتين؟ الطريقه الاولى باستخدام المورتر اند بيسل اللي هي كومنيوشن اور تريتشريشن، الطريقة الثانية اللي هي بلفرايزيشن باستخدام السكند ايجنت، الطريقة الثالثة هي عملية ليفيجيشن. هذا الليفيجيشن اجيب الباودر واضيف له سولفنت معين فعلى مود يشكل لي بيست، وابدي اسوي له عملية تريتشريشن بالمورتر اند بيسل، يبدي هذا البيست ابدي اطحن بيها، وبعدين هذه
اضيفها للبريبريشن مالتي اللي هو مثلا الاوينتمنت او كريم او اي شيء اخر. فيقول a paste is formed by combining the powder and the small amount of liquid. هذا الليكويد شو يسمونه؟ يسمونه الليفيجيتنج ايجنت. الليفيجيتنج ايجنت اللي يسوي لي العجينه. مثال عليه مينرال اويل، وهسه يجينا ليش ما نستخدم الووتر، اور جليسيرين. In which the powder is insoluble. لازم يكون هذا الفيهيكل الباودر يكون انسوليبل على مود يشكل فد سسبنشن وياه فيكون البيست. Using preparations of ointment. After levigation, the smooth paste is mixed with the ointment paste to form ointment. Basic choices of levigating agent. الأساسي من تختاره شنو هو؟ هو ability to form smooth paste with the substance. يكون لي smooth paste. ويا هذه المادة. فإذا ما يكون لي smooth paste ما أسوي. It's compatibility with the product. مثلا water not used as levigating agents for oleaginous ointment base. مثل الكاكاو بتر. فإذا كان عندي كاكاو بتر ما استخدم water على اعتبار اكو incompatibility بين الووتر وبين الاولياجينس، هاي ما تتقبل الووتر فلذلك ما يستخدم. فهذني تقريبا لازم يكون لي هذه اللي نسميها انتبهوا لها البيسك تشويس اوف ليفيجيتنج ايجنت. بيسك تشويس اوف ليفيجيتنج ايجنت لازم يشكل سموث بيست والاتس كومباتيبلتي. زين سوينا وحضرنا الباودر، اكو نبدي نخلط الباودر، عندنا اكثر من باودر ونبدي نسوي نخلط الباودر. البلندنج اوف اور ميكسينج اوف باودر. تمام. Each powder is grinded separately before blending. كل واحد نطحنه على صفحة. الطريقة الأولى spatulation باستخدام السباتشولا. وهذه not suitable for large quantity for just small quantity. Not suitable for powders containing potent substance because the mixing is not homogeneous. يعني إذا عندي potent substance كميتها راح تكون قليلة. فلذلك من أجي أخلطها ويا other powders اللي هو راح تكون مثلا كميتها أكبر، فلازم أحصل هوموجينوس على اعتبار هذه كميتها قليلة بوتن درج. بالسباتشولا ما أقدر أحصل، صعب. Very little compression during mixing not suitable for mixing substance that form eutectic mixtures. يعني هاي eutectic mixtures هو باودرين من نخلطهن الميلتنج بوينت راح تقل مالتهن، فممكن يتميعن. Liquefactions occur during mixing. زين فهذه الطريقة الأولى اللي هو باستخدام السباتشولا. الطريقة الثانية باستخدام التريتشوريشنز، يعني طحن بيمن بالمورتر اند بصل. كان بي يوزد فور كومينيوشنز اند ميكسينج. أقدر استخدمها للطحن وأقدر استخدمها للخلط المورتر اند بصل. بعد if only mixing is desired the glass mortar is preferred. إذا فقط ميكسينج أريده ما أريد كومينيوشن. احنا قلنا الجلاس يستخدم لل البارتكلز الاكبر، بينما البورسلين يستخدم البارتكلز اذا اريد اطحن فينعم لي اياها اكثر. فالجلاس مورتر از بريفيرز. وين سمول امونتس اوف بوتنت سبستانس از تو بي ميكست وذ لارج امونتس اوف ديليونت راح استخدم جيومتريك ديليوشن ميثود. هاي شنو جيومتريك ديليوشن ميثود؟ على سبيل المثال لو كان عندي 10 ملغرام هذا الدراج واكسيبيانت عندي 100 ملغرام، شلون ابدي اخلط؟ اخذ 10 منه واخذ 10 منه فصار 20. اخذ 20 منه واخذ ايش قد؟ 20 منه صار 40. فذن ايش قد بقى؟ بقى من عندهن 70. اخذ تقريبا 40 ويا ال 40 هذا 80 والبقيه ايضا اخلطه وياه فراح ينتج لي هذا نسميه جيومتريك ديليوشن ميثود. Is used to ensure the uniform distribution of potent drug, especially when potent substance and other ingredients are the same color.
إذا هذا وهذا نفس اللون. سيفتنج باستخدام السيف باي باسنج ثرو سيفتر نمررهن خلال السيف الباودرين فراح ينتج لي عملية ميكسنج ريزلت ان لايت فلافي برودكت فشي خفيف ومهلهل. Not accepted for incorporation of potent drug into a dilute powder على اعتبار هذه الرادلة هوموجينوس ميكسنج لازم بس من تمرر خلال السفتر فما راح يصير بها الشيء هذا. تامبلينج تامبلينج مرة باستخدام فد يعني on large scale باستخدام الروتيتنج تشامبر وهذه هم تاخذونها بالاندستريال وانواعها. ومره نستخدم العلبه معينه ونخلي الباودر بيها ونسوي لها شيكينج وراح يصير به عمليه الميكسينج. سيوتبل فور سمول سكيل اند لارج سكيل. سمول سكيل باستخدام الكونتينر العادي علبه عاديه واللارج سكيل نستخدم الشامبر. فيري افكتيف بات تايم كونسيومينج وايدلي امبلويد اندستري يوزينج لارج روتيتنج تشامبر. زين segregation شنو segregation؟ مصطلح segregation. segregation هو عملية انفصال الباودر باودر اللي هو موجود على شكل ميكسشر عدة باودرات خلال الموفمنت يعني خلال عملية الميكسنج أو مجرد نقل الباودر هذا الموجود على شكل ميكسشر من مكان إلى آخر من تحضير إلى آخر وهكذا خلال الموفمنت بصورة عامة into layers due to the difference in particle size نتيجة الاختلاف بالparticle size فراح يصير بي عملية فصل. تلاحظ الparticle الصغيرة انفصلت والparticle الكبيرة انفصلت على جهة أخرى. طبعا هذا يبين أكثر إذا كان مختلفات باللون. segregation may occur by sifting or percolation air entrapment fluidizations and particle entrapment. هذه أسبابه أو الإكوبمنت اللي تستخدم به فممكن يحصل به segregation. احنا قبل لا ناخذ المديكيتد باودر الباودر بصورة عامة ينصرف يا إما divided يا إما ينصرف على شكل bulk وهذا divided mainly internally والبلك mainly externally. زين الديفايدد طبعا الديفايدد ينصرف بعدة باكج فمرة فمرة ينصرف بيبر باكت. زين وهذه قد تكون وايت بيبر وايت جلاس بيبر وقد تكون واكست بيبر وقد تكون دبل رابت. عندنا الديفايدد تنصرف على شكل الباكج مالتها تكون بيبر باكت بعد تنصرف على شكل ساشيت بعد تنصرف على شكل كاشيت. البيبر قلنا موجود على شكل بيبر جلاست بيبر وايت جلاست بيبر هذه راح انقل لكم اياها هنا وايت glassed paper أو تنصرف على شكل waxed paper أو تنصرف على شكل double wrapped paper. هذا البيبر بالنسبة للساشت الساشت ها يستخدم for large scale dispensing large scale بعد وأيضا تستخدم for unit dose dispensing
هذه الساشت يستخدمونها for large scale dispensing ويستخدمونها يعني large scale يعني مال مصانع مو مال باودر احضره مثلا بالصيدليه وكذا واصرفه للبيشنت. وبعد يونت دوز ديسبنسنج يعني كل كيس موجود الساشت هي اكياس موجوده فكل كيس موجود به هذه لجرعه وحده فقط. ذني اثنين هو بصوره عامه الساشت موجود على شكل ثلاث طبقات. الخارجيه راح يكون ورق عادي على مود للطباعه واكو داخلها يصير فويل اللي هو الوسطي ولاصق ويا ايضا بلاستيك شوفونه مثل النايلون موجود بالداخل فهذا على مود تمنع التفاعل مع الفويل. فغالبا 3 لاير بيبر فويل الومنيوم فويل طبعا وبلاستيك. هذه من الخارج الى الداخل، هذه للطباعه، هذه هي الماده الاساسيه للحمايه، وهذه على مود تمنع لي الـ 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 يعني الـ التفاعل مع هذا الفويل. زين بقى عندنا الكاشيت، هذا الكاشيت بصراحه اللغه فما ندوخ نفسنا به. زين الميديكيتد باودر، الميديكيتد باودر ممكن يستخدم انترنالي اورال ينطونه مثل الانتي اسيد تاخذه اورال انهيليشن دراي باودر انهيلر. فهذه من راح يصير بانهيليشن راح يصير انهيل للبارتكلز. ريكونستيوشن وذ ووتر فور اورال يوز اور انجكشن اور فاجينال دوش، هسه راح نجيها ان شاء الله بالتفصيل. بعد الاكسترنال، الاكسترنال دستنج اون سكين فروم سيفتر كونتينر، شايفين البوطره نفس الشيء هي هذه هي تعتبر اكو ميديكيتد واكو نون ميديكيتد. الميديكيتد باودر فور اورال يوز مي بي فور لوكال افكت اور سيستميك افكت. لوكال افكت فد منطقه مثلا بالجي اي تي فممكن ينطونها على شكل لاكزاتيف، ممكن بروتكشنز للالسر غيره وهكذا، او سيستميك افكت مثل الانالجيسك. زين الديس ادفانتج اوف قبل لا ناخذ تمام. الديسادفانتج اوف اورال باودر هو انديزايربل تيست اوف دراج، وقلنا ممكن هذا يغطونه باضافه سويتينج فود اله. سم ميديكيشن ار انستابل ان ووتر، فلذلك ينطونها على شكل بعض الانتيبايوتكس ينطونها بالكونتينر مالتها على شكل باودر وانت تسوي ريكونستيوشن قبل بيفور يوز. الريزلتنت برودكتس ريمين ستيبل، هذا طبعا يبقى ستيبل تقريبا 2 ويكس اذا كان بباب الثلاجه، واذا خارج ممكن 1 ويك. سترايل دراي باودر intended to be reconstituted with distilled water or another suitable solvents prior to administrations by injection. بعض الانجكشن موجود بها باودر فهذه تحلها بماء مقطر وتستخدمها، وهذا هم ما يجيبونه على شكل solution او suspension على اعتبار انه الاستابلتي مالته تتاثر. ايروزول باودر، الايروزول اللي هو ميديكيتد باودر ار ادمنسترز باي انهيليشن وذ ذا ايد اوف دراي باودر انهيلر. طبعا احنا موجود على شكل انهيلر اللي هو هذا الموجود مثل البخاخ البنتوني على سبيل المثال، وكو دراي باودر انهيلر اللي موجوده كثير من المنتجات مالته دراي باودر انهيلر. ويش ديليفر مايكرونايزد بارتيكل، مايكرونايزد بارتيكلز يعني حتى ما تحس بيها ولا تشعر بيها. اوف ميديكيشنز ان مترد كوانتيتي، في كميه مقاسه، كل شفطه مال هواء تسحبها من الجهاز تجيك بها كميه محدده من الميديكيتد باودر. يوزد ان تريتمنت اوف اسما اند اذر برونكيال ديزوردر that require distributions of medication deep in lung، على اعتبار كل ما قللنا البارتكل سايز كل ما راح بعمق البرونكيولز.
زين البلك ام ديفايدد باودر عندنا البلك باودر البلك باودر مثل الانتي اسيد صوديوم بايكارب لاكزاتيف اللي هو سيليوم او ميتاميوسيل عندنا الدوش باودر ديسولفز ان وارم ووتر باي ذا بيشنتس فور فاجينال يوز عندنا باودر فور اكسترنال ابليكيشنز تو ذا سكين توبيكال انتي انفكتيفز اور انتي فنجال عندنا نيوتريشن سبلمنت خلنا ناخذ بشيء من التفصيل عنه الاكسترنال باودر هسه مثلا نجي ناخذ هذه باودر فور اكسترنال الاكسترنال باودر شبيها هذه يتم تجهيزها عن طريق شنو يا اما جلاس او ميتال او بلاستيك كونتينر جلاس او ميتال واعتقد هاي كلكم شايفينها او بلاستيك هذه اول شيء هذا بلاستيك كونتينر بعد some with perforated cap for external use ينطوها with perforated cap مثل من مثل قلنا البوطرة على سبيل المثال هذا تستخدم for external بعد contain other excipient such as propellant lubricant other other excipient يعني مو فقط الاكتف مالتي الدراج لا ويا اكسيبيان ثاني فهذه بصوره عامه مواصفات الاكسترنال اول شيء قلنا الكونتينر مالتها جلاس او ميتال او بلاستيك واحيانا بيرفوريتد كاب الكونتينر مالتها وياها اذر اكسيبيانس such as propellant or lubricant هسه شنو البروبلنت شنو اللوبريكانت يعني تاخذون اللوبريكانت هي ماده فد يعني ملطفه للجلد تلطف الجلد تلين الجلد والبروبلنت تساعد على فلوابيلتي زين انواع النوع الاول النوع الاول نسميه دنتي فرايسس هذا شنو دنتيفرايسز باودر هذا دنتيفرايسز باودر فور توث براش سوري فور كليننج ذا سيرفيس اوف تيث شايفين يجي باودر مرات تستخدمه بالفرشاه تنظيف الاسنان هو هذا ايش يحتوينا يحتوينا ديترجنت او صوب يحتوينا مايلد ابريزيف ماده جاليه للاسنان تجلي بس هذه تكون بشكل مايل ضعيفه يعني مو قويه على مود لا تهدي وبيها انتي كاريوجينيك ضد التسوس وبعض السويتنينجز اند فليفرنج فنشوف هسه هذه مكوناتها سوب او ديترجنت بعد مايلد ابريسيف انتي كاريو جينيك بعد سويتنينج بعد فليفرنج فذن المكونات كلهن انتجت لي ما يعرف بال دنتيفرايسز باودر زين النوع الثاني اللي هو دوش باودر هذا الدوش باودر هو completely soluble salt soap and antiseptic بيش متكون salt soap على اعتبار اكو تطهير and antiseptic زين يستخدم للبادي كافيتي احنا هنا ذكرنا just for vaginal use هو الحقيقة يستخدم للبادي كافيتي شلون يعني ممكن يستخدمونه فور فاجينال اللي هو الغالب احنا ذكرناه هنا على اعتبار استخدام الغالب الدوش لا وممكن يستخدمونه فور نيزل ممكن اوفثالميك ممكن اوتيك زين النوع الثالث اللي هو الداستينج فور اكسترنال ابلكيشنز تو ذا سكن
to the skin اللي هو dusting. هذه أنواعها، النوع الأول. النوع الثاني من أقول لكم types of external powder. external powder تقولون النوع الأول dentifrices F. النوع الثاني دوش باودر. النوع الثالث دستنج باودر. شنو الدستنج باودر؟ قلنا هذا همينا يخلونه على السكن اون سكن، بعد بروتكت ذا سكن فروم اريتيشن اند فريكشن، الاحتكاك اللي يصير بين اعضاء الجسم الخارجيه، فعلى مود يقللون هذا الفريكشن والاريتيشن. Sometimes contain medication. وإذا احتوانا medication فراح يصير antiseptic أو anti-infective or antifungal وهكذا antipruritic lubricant. وهذا ما بي systemic action. No systemic action. بس فقط على الاسكن. لذلك it must be homogeneous and in very fine state to increase effectiveness and decrease irritation. أول شيء لازم يكون homogeneous. ليش homogeneous؟ على مود يكون very fine and in very fine state، على مود يزيد effectiveness ويقلل irritation. free flow. بعد supply in either sifter to package or aerosol with sifter or aerosol. بعد may be applied with soft brush. يعني ممكن ويا فرشة على مود يبدي ينشره على الجلد. فهذه المواصفات اللي لازم ينوصف بها الدستنج باودر. لازم يكون هوموجينوس وفيري فاين ستيت. هوموجينوس اند فيري فاين ستيت. لازم يكون فري فلو. لازم supplied with sifter or aerosol، ولا واحيانا supplied with soft brush. اكو عندنا نوع اخر اللي هو نسميه السناف. هذا نوع، هذا النوع الرابع. dentifrices douche powder dusting powder وعندنا السناف. السناف اللي هو النشوق. النشوق هو finely divided powder which are sniffed vigorously اللي هو inhaled، يبدي يستنشقه vigorously بشكل شديد جدا into the nostril للأنف، وينطونه for local antiseptic and decongestant action. Supply with flat metal box with hinged lid. زين. النوع الأخير اللي هو خمسة insufflation. هذا الانسفليشن شنو هو؟ يستخدمونه for ear or nose or tooth socket. يعني التجاويف الموجودة للأذن أو للأنف. أو للتجاويف الموجودة بالأسنان or body surfaces. extremely fine powder into the body. طبعا هذا من تنزلون عليه أنا ما محضر صورته. هو insufflations مثل يعني قريب للحقنة الشرجية بهالشكل هذا تقريبا. extremely fine powder into the body cavity with powder blower insufflations or buffle. فمرات يجهز بالانسفليتر مالته اللي هو المسؤول عن الحقنه الشرجيه،
used by squeezing the rubber bulb اللي هو هذا الرابر بالب مالتها which forces some powder out of the device or يستخدمونه ويا البوفر يعني يا اما هذه الانسفليشن يا اما انسفليتر او يستخدمونه ويا هذه البوفر هم نفس الشيء اللي تستخدمونها بيد واحده The divided powder was divided into doses, each dose wrapped in packet. مثال عليها headache powder, powder laxative, douche powder, etc. مقسمة وتنصرف على كل ساشيت إلى الجرعة مالتها. Selection of types of paper in is based on the nature of the powder. إذا الباودر hygroscopic أو deliquescent فأستخدم waterproof waxed paper or glassine paper. زين. إذا الباودر volatile substance أستخدم waterproof waxed or glassine paper. إذا الباودر إذا استخدمت الwaterproof paper فلازم أستخدمها double wrapping يعني فتشي مزدوج. That's to say the packet consists of two layer wax glassine paper to one size and normal white paper to our size على مود سهل الطباعة. الباودر containing اللي لا يحتوي لا الفولاتايل كومباوند ولا الهايجروسكوبيك أو التأثر بالمويستشر I usually wrap in white bond paper بالورق العادي. بعض المشاكل المشكلة الأولى إذا كان عندي فولاتايل ماتيريال هذا الفولاتايل ماتيريال مثل الكامفر منثول اند سيشنال اويل شو استخدم ووتر بروف بيبر اند ميك دبل رابت وايضا من ضمن الحلول افويد هيفي جريندينج فعلى مود اتجنب الفولاتيلايزيشن إذا كان عندي eutectic mixture مثلا زوج من هاي المواد فينول كامفر منثول ثايمول انتبايرين فيناستين استنالايد اسبرين انسالول إذا انخلطت مع بعضها راح يصير بيها تتميع liquefaction فالحل مالتها أضيف inert diluent مثل الكاولين والبكتين ينخلط ويا كل باودر بشكل منفصل قبل لا اخلطهن اثنينهن فهذا شبيه ايش راح يسوي راح يقلل الكونتاكت بين الاثنين باودرين خلال عمليه الميكسينج وراح يصير بي ابزوربشن للاني بروديوست ليكويد هذا الحل الاول الحل الثاني ممكن انا ديسبنس ان سيبريت يعني اليوتكتيك ديسبنسد از سيبريت سيت اوف باودر ديسبنس از سيبريت سيت اوف باودر فهذا عندي حلين يا اما اضيف انر ديليونت وهذه الحكي مالتها او اصرفها بشكل منفصل وقبل لا استخدمها يصير ميكسنج. المشكله الثالثه اذا كان عندي هيجروسكوبكس اور ديليكويسنت ماتيريال فهذه شو استخدم ووتر بروف بيبر اند ميك يعني مواد تمتص الرطوبه فاستخدم ووتر بروف بيبر اند ميك دبل رابينج زين بعد ممكن هذه هاي نقطة ممكن نقطة ثانية انه اصرفها على شكل جرانيول على مود تقلل لي اكسبوزد اير بعد
اسوي لها رابينج ويا الالومنيوم فويل اور بلاستيك كفر. Further wrapping with aluminium foil or plastic foil. بعد نضيف لها فد inert light material. Inert light material. مثل من؟ مثل المغنيسيوم اوكسايد. شايفين سوري مغنيسيوم اوكسايد. شايفين بعض المنتجات تجي وياها فد كيس مال سيليكا هذا على مود تمتص الرطوبه. فهذه همينه ممكن اضيفها ويا هذه المواد اللي هي هايجروسكوبك. عندي مشاكل اخرى. إذا كانت المادة مو هايجروسكوبك خلينا نقول أربعة. إذا كانت المادة فلوريسنت باودر اللي هو كريستلاين شنو هاي الفلوريسنس باودر؟ هي سبستانس بيكم باودر اند لابريت ووتر عكس الهيجروسكوبك. الهيجروسكوبك تمتص الووتر هذه هي اللي تطرح لنا الووتر يسمونه ووتر اوف كريستلايزيشن مثلا خلال عمليه الطحين فتؤدي انه من تطرح الووتر بعمليه الطحين راح ينتج لي مثلا ويت اور بيستي اور ايفن ليكويفاي برودكت مثل من مثل ستريك اسيد هاي الماده من نطحنها تبدي تطلع لي ووتر فهذا الووتر يخليها على شكل عجينه او حتى على شكل ليكويد. الحل مالتها نستخدم الانهايدروس سولت انهايدروس سولتس اذا موجود انهايدروس سولتس اوف ستريك اسيد. الحل الثاني نخلطها ويا انرت ماتيريال قبل الانكوربوريشن the other ingredients to adsorb the fluorescence water. نخلطها ويا الانرت ماتيريال فعلى مود قبل لا نخلطها ويا الاخرى على مود تسوي لي adsorptions بعمليه الميكسنج فراح تمتص هذه الانرت ماتيريال تمتص لي الواتر اللي يخرج. عندي مشكله اخرى خمسة إذا كان عندي explosive material هذا ال explosive material مثل مادة مؤكسدة ومختزلة فراح تنفجر. الحل مالتها هو each substance should be powdered separately and dispense in separate powder. عندي مشكلة أخرى اللي هي incorporation اوف ليكويد، اريد اضيف ليكويد لهذا الباودر. فاذا كانت عندي كميه قليله اسوي له جيومتريك سمول يعني سمول اماونت سمول فوليوم. فشو اسوي له؟ جيومتريك ديليوشن ميثود اللي حشيناها بالباودر. اجيب باودر بقدها واخلطها وهذا العجينه تكونت اجيب باودر بقدها واخلطها وهكذا الى ان اسوي لها انكوربوريشن لهذا الليكويد بهذا الباودر. اذا كان عندي لارج فممكن اضيف ستارش او لاكتوز. على مود تزيد الابزوربشن مالت المنتج. زين.
نجي آخر شيء للباودر بصورة عامة، البلك باودر شمي هذا؟ البلك باودر فاينلي ديفايدد، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية وايد ماوث كونتينر. النقطة الثالثة نون بوتنت، نون بوتنت. والنقطة الرابعة doesn't produce accurate dose. النقطة الأولى الراجحة finely divided البلك باودر dispensing، احنا مساحة شينا على divided باودر. البلك باودر يكون finely divided. النقطة الثانية الكونتينر مالتها wide mouth container. النقطة الثالثة non potent، اكيد البوتنت ما اصرفه على شكل باودر لان دوز ما راح تكون accurate. والنقطة الرابعة doesn't produce accurate dose. هذا والحمد لله رب العالمين.